حاجة يمكن احنا ما كناش بننتبه لها قوي خلال الفترات قبل كده، لكن الكام سنة اللي فاتوا بقينا بنركز جدا في الموضوع ده. موضوع الموازنة العامة للدولة مع إجراءات الإصلاح ومع التغيرات اللي بقت بترتبط بحياة كل واحد فينا، بقى فيه تركيز جدا مع المسألة دي. يمكن مجلس الوزراء أعلن أنه هو وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، أو لما كان بيعلن يعني كان الموضوع مع كل نهاية سنة مالية، خلي بال حضراتكم سنة مالية اللي هي بتخلص 30 يونيو من كل عام، بيعدي علينا سنة عمالي جديد في 30 يونيو ده، وزي ما قلت لحضراتكم كنا يعني خلاص عادي يعني يوم زي أي يوم يعني، بس كان يعني الناس بتهتم عشان البنوك تاني يوم بتبقى اجازه يعني، لكن كان دايما بنقول ايه الجديد اللي ممكن تقدمه الموازنه، وايه اللي ممكن يعني يتغير في حياتنا كمواطنين في السنه الماليه الجديده، يعني الاجور معاشات حتى الخدمات اللي متقدمه في صحه وتعليم واسكان وغيرها من الخدمات المهمه اللي كنا بنحتاج ليها. لكن اتصور من خلال كده المتابعه امبارح اعتقد ان الموضوع بقى فيه اختلاف، كان فيه اهتمام كبير قوي بالخبر دوت، يمكن لان سبقه يعني خبر طمن الناس وحسسهم ان قد يكون الموضوع مختلف السنه دي. التكليفات اللي تكلف بيها الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال المقدم على حكم علاوات المعاشات وتشكيل لجنة للنظر في منظومة الأجور وتعديلها، الناس كلها أكيد بقت حاطة عينيها على مسألة الموازنة الجديدة، لأن المفترض هذا التعديل سواء على المعاشات أو الأجور يبقى مع بداية السنة المالية الجديدة 1/7. طيب امبارح وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 19-20 استعدادا لتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو اللي جاي. أكد رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تاريخية، ليه؟ لأن هي هتهتم في المقام الأول ببرامج الحماية الاجتماعية اللي بتستهدف أكيد الفئات الأولى بالرعاية وما أكثرهم في بلدنا، إصلاح منظومة المعاشات والأجور، ودي حاجة بتمس كل واحد فينا. ورأيي بقى الأهم والأهم 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 واللي احنا طول عمرنا كنا بننادي بيه وبننتظره وبنحلم بيه هو الالتزام بالزيادة السنوية اللي أقرها الدستور لصالح التعليم والصحة. دايما كنا بنقول هو ده الأساس، هو ده المستقبل. الدستور 2014 حط أساس وقواعد ثابتة وحتى الآن ما كانتش بتطبق لظروف البلد الاقتصادية. نفترض في هذه الموازنة التاريخية زي ما وصفها السيد رئيس الوزراء يبدأ التطبيق الفعلي والالتزام الفعلي بالنص الدستوري للبندين المهمين جدا دول.